لكن في خبر مهم نوه عنه الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان. وزارة الصحة بتعلن عن تدريب أكثر من 6300 صيدلي ضمن الاستراتيجية الوطنية لترشيد استخدام المضادات الحيوية. هنا عندنا أكثر من ملاحظة. أولا، العالم بيعاني من سهولة انتشار المضادات الحيوية وتعاطيها، وأن كثرة استخدام المضادات الحيوية بيزيد ومن أنواع جديدة من الفيروسات، لأن كل ما بتستخدم مضادات حيوية أكتر كل ما بيقاومها الفيروس وتظهر أجيال ومتحورات جديدة. فإحنا مش عايزين استسهال في المضاد الحيوي. المفارقة أن هنا كان التدريب للصيادلة، وكان ظني أن احنا ننبه على السادة الأطباء، يعني لأن هم اللي بيكتبوا الروشتة. لكن دعونا نذهب إلى دكتور محفوظ رمزي المتحدث باسم نقابة الصيادلة ونناقش معاه هذا الموضوع. مساء الخير دكتور محفوظ. مساء النور أستاذ محمد، مساء النور على السادة المشاهدين، وكل سنة وحضرتك وكل أباط مصر والمصريين بخير دايما يا رب. اللهم أمين. تدريب 6327 صيدلي في 11 محافظة على يد مسؤولين في وزارة الصحة علشان يقولوا إيه للصيادلة فيما يتعلق بالمضادات الحيوية؟ هو ده دور أثير من دور الصيادلة. حضرتك عارف ان في قسم اسمه يعني برانش كبير جدا اسمه قسم الصيادلة الكلينيكية، وده له دور كبير جدا في المستشفيات المتقدمة في مصر. واي وحدة صحية او مؤسسة صحية في مصر زي مثلا مستشفى 57 او غيره، او مستشفى مجدي يعقوب دكتور بروفيسور مجدي يعقوب، دائما وابدا الصيدلي ليه دور اصيل في وصف الروشتة والتدخلات الدوائيه جنبا الى جنب بجوار الطبيب في مصر. وعشان كده تلقى مخرجات الصحه هنا على اعلى مستوى. طبعا وزاره الصحه كل الشكر والتقدير للدكتور خالد عبد الغفار مع الوزير والدكتور حسام بشكل خاص ان هم انتبهوا اخيرا لدور الصيدلي. وطبعا دار مركزي الصيدله من فتره واخده دور كبير جدا على عاتقها انها تطور دور الصيدلي وتضع الصيدلي في وضعه الطبيعي للاستفادة من علمه وخبرته، لأن ده في الآخر هيأثر على مخرجات الصحة بشكل إيجابي على أعلى مستوى زي الدول المتقدمة. كل ما يكون في دولة متقدمة دائما وأبدا الصيدلي الكلينيكي بدور واسع وكبير جدا في وصف الدواء. طيب حضرتك تتكلم على مشكلة كبيرة جدا، رؤساء العالم كلهم على الدول المتقدمة وأمريكا بشكل خاص كل سنة بتعمل اجتماع مع العلماء ومع شركات الأدوية عشان خاطر مقاومة البكتيريا. للأسف الشديد هقول لك على معلومة مهمة جدا أستاذ محمد، كل يوم كل سنة كل شهر بنكتشف مسكن جديد، نكتشف دواء سكر جديد، دواء ضغط جديد، تمام؟ أدوية الروماتيزم كل يوم بنكتشفها. المضادات الحيوية للأسف الشديد كل كام سنة ممكن يطلع مضاد حيوي جديد وممكن ما يكملش، يعني ممكن يمشي في كلينيكال ترايلز في التجارب السريرية ويجي في آخر مرحلة ما يكملش. إحنا في مصر هنا للأسف الشديد عندنا مشكله كبيره جدا، اسراف في استخدام المضاد الحيوي. لان الطبيب عايز يرضي الاسره بره. طبعا بيحصل ايه؟ طفل جاي سخن، في سكيمة خطه علميه وكتاب علمي احنا ماشيين عليه بره. الطبيب كل مقاطعات، طفل جاي سخن بديله حاجه اسمها باراستامول، ده عباره عن حاجه خفض الحراره اسم علمي، يوم 2-3 براقب الطفل ما خفش الا ما يكون في كلينيكال او يكون في اعراض ظاهره ان في ميكروب حاجه ثانيه، ده قصه ثانيه. نعم. لكن واحد جاي طفل سخن وعنده حاجه زي سور صوت، عنده كلام فاضي، عنده شويه التهابات بسيطه جدا، اجي في مصر بعمل ايه انا بقى؟ بشوف اعلى جينيريشن في المضاد الحيوي وحقن واجي وصفه. ينتج عن كده ايه؟ ان الطفل يطلع يكبر، الطفل طبعا الام والاب عايزين يقول الدكتور شاطر، فيجي الام والاب يبتزوا الطبيب، ادينا بقى يا دكتور اقوى مضاد حيوي عندك. وده طبعا غلط، والطبيب للاسف الشديد بيقع تحت براثن هذا الابتزاز. نتيجه الكلام ده ان البكتيريا بدات تعمل تحول زي ما قلت لحضرتك، تغير في الجدار بتاعها، بتعرف المضاد الحيوي الجاي دوت بيشتغل ازاي، يبدا بقى يضعف المضاد الحيوي دوت، البكتيريا تستقوى وتبقى كبيره تبقى اقوى. طب عفوا دكتور محفوظ، طب كده مش يبقى تدريب وزاره الصحه او التنبيه يبقى للاطباء وليس الصيادله؟ لا يا فندم، لا يا فندم، هو ده بقى دور الصيدلي. لما يكون صيدلي كلينيكي بيتداخل في عمل الطبيب في وصف الادويه، يجي هنا دور الصيدلي بعمل حاجه اسمها ترشيد استخدام المضاد الحيويه. لان انا معظم ادوار البرد حتى المنتشره اللي من دول يا استاذ محمد 90% منها فيروسات،
احنا بنوصف ملايين الحقن في السنه مضاد حيوي. حقن احنا ممكن نستغنى عن اكتر من 90% منها لانها ممكن تتشفت لاقراص، و90% منها اصلا بتبقى اصابات فيروسيه مش بكتيريا. طب واحد عنده فيروس اديله مضاد حيوي ليه؟ ملوش اي قيمه في العالم كله، ما بيحصلش الكلام ده. نتيجه الكلام ده ايه؟ على فكرة الكلام ده حتى منظمة الفاو برا اهتموا بالموضوع ده. هتقول لي طب ايه دخل النباتات ولا الغذاء الكلام ده كله؟ الدبليو اتش او طبعا، لان المضادات الحيوية اللي بتتوصف لبرضو البكتيريا للمواشي والحيوانات، ما انا باكلها في الاخر. فبالتالي بوصف بيه. اصل واحد يقول لي طب ما انت لو حضرتك اسرفت في استخدام المضاد الحيوي كشخص انت بس اللي بتضر. لا يا فندم، انت بتبقى حامل لميكروب وبكتيريا بتتنقل لشخص ما بياخدش مضاد حيوي، فبالتالي البكتيريا اللي بيصاب بيها الشخص السليم اللي اتعدى منك بتبقى البكتيريا جوه جسمه مقاومه للمضادات الحيويه، ودي بتبقى كارثه. لذلك تلاقي شاب 25 30 سنه داخل مستشفى بيعمل مزرعه ولا مضاد حيوي جايب نتيجه. طيب هل الصيادله اللي بيتلقوا هذا التدريب على قد مسؤولين في وزاره الصحه هيراجعوا الاطباء اللي كاتبين الروشتات؟ طبعا يا فندم، على فكره ده حضرتك بتتكلم على الجزء الحكومي وده جزء من المشكله. لكن الجزء الخاص بره، العيادات الخاصه بره والمراكز الطبيه والمستشفيات الخاصه بره، لازم يكون هناك اجراء. اعتقد ان الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه ومحترم، اعتقد ان في هناك زي سكيما او في خطه عمل ممنهجه لوصف المضادات الحيويه بره. يا فندم لو في طبيب بيوصل في استخدام المضاد الحيوي عمال على بطال بيجي، ممكن تسحب الرخصه منه، انت بتعمل جريمه. فبالتالي الموضوع ليه كذا جانب، يعني الموضوع مش مستشفيات بس وصيادلك. انا اعتقد ان الموضوع محتاج نوسع الدايره شويه ويبقى في اتفاق وفي تعاون مع النقابات كلها ومع مقدم الخدمه الصحيه على مستوى الجمهوريه في المراكز الطبيه الخاصه. وزاره الصحه، حضرتك بتوصف مضاد حيوي اكتب لي التشخيص سليم. وبعدين انا هو كام طبيب في مصر بيعمل مزرعه؟ انت هتقول لي طبعا ممكن المريض يحصل له حاجه على ما المزرعه تظهر بعد يوم اثنين. يا فندم في حاجه اسمها الطب القائم على الدليل، وفي حاجه اسمها امبيريكال ثيرابي، بدي حاجه في الاول تجريبيه معينه بناء على اسس علميه واضحه. طب ما جابش نتيجه العلاج دوت ببدا اعمل مزرعه. لكن احنا في مصر زي ما قلت لحضرتك الناس بتجيب من البلد كده ببساطه، بتجيب من الاخر، وده طبعا طيب. جريمه كبرى. واحنا عايزين نجيب معاك من الاخر، واخر سؤال في المداخله يتعلق بمشروع نقابه الصيادله فيما يسمى بالباركود، النشره الدوائيه. اولا الموضوع بتاع النشره الدوائيه دوت، احنا يا استاذ محمد اشكرك على السؤال دوت، لان احنا في ظل الظروف الاقتصاديه والمتغيرات الاقتصاديه اللي بيمر بيها العالم كله دلوقتي وخاصه في مصر، محتاجين ان كل مجال وكل شخص مخلص بيحب البلد ديت في كل حته في مصر يبدا يشوف يوفر على الدوله ازاي. حاجه زي النشرات، احنا بن في مصر الشعب المصري بيستهلك بما يقارب 3 او 3.5 مليار عبوة في السنة. النشرة في كل عبوة من دول بتكلف حوالي 25 قرش. يعني انا لو قدرت الغي النشرة وحط الكيو ار الخاصة بالنشرة اقدر اوفر على الدولة حوالي من 750 مليون جنيه لحوالي مليار جنيه. ده غير النشرات الموجودة فين بقى؟ الموجودة في القطاع الحكومي والتأمين الصحي. يعني ممكن اوفر في بند واحد حوالي مليار جنيه. ده بتعمل ابديت. طبعا انا للاسف الشديد النشرات بتبقى، في نشرات بتبقى 28 صفحه بتبقى بتحط على ورق A3. حضرتك عايز عدسه شاشيه مكبره عشان تشوف الكلام مكتوب صح. طب ليه؟ طب ما بره يا فندم حضرتك بتاخد الروشته بتاخدها في تيوب في انبوبه او جار موجود فيه اسم المريض استاذ محمد علي، الجرعه، التركيز، اسم الدواء، اسم الماده الفعاله، وكم يوم تاخده للعلاج. حضرتك ليه بنكلف على الدوله؟ اولا احنا الكلام ده بيجي بالاوراق دي، الاوراق دي مستورده والطباعه بتيجي مستورده. ثاني احنا كان عندنا مؤتمر من شهرين عشان موضوع النباتات وموضوع المساحه الخضراء، وما انا بقطع اشجار، ما الورق ده في الاخر بيجي من شجر. نعم. فبالتالي انت بتحافظ على البيئه. وده طبعا وده احد المحاور الرئيسيه للدكتور تامر عصام رئيس الدوله المصريه، اعتقد فيه اهتمام وخطوط عريض الموضوع دوت عشان نقدر. طب اتقطع فيه شوط ولا لسه مجرد مبادره؟ مبادرة لم تأخذ حتى هذه اللحظة حيز التفعيل. أعتقد مع الظروف الاقتصادية دي لو تعرضت على مجلس الوزراء هياخد فيها إجراء سريع. طبعا طبعا طبعا. دعني أشكرك دكتور محفوظ رمزي المتحدث باسم نقابة الصيادلة.